العمري، يعني انا راه ما طلعني من مجد العمري حتى شي حاجه لي زابوني لا حتى شي حاجه لا اشتراكات لا والو. وكنقول ليها شكرا بزاف مجد العمري على داك الكوفوي اللي درتي وحرقتي البنات وتعديتي على البنات وتعديتي على كاين البنت اللي مسكينه بعد الزواج ديالها، كاين اللي بعت السنيسله ديالها ديال بنتها، كاين اللي بعت بزاف الحاجات، كاين اللي بعت التلفازه، كاين اللي بعت الماشين ديال واحد المراه مسكينه تقليد عليا، بعت الماشينه ديال الصابون باش تدخل كوفوي باش القناه ديالها طلع وما طلع حتى شي حاجه، حتى واحد ما استفاد من هاد من هاد من هاد الكوفوي ديال مجد العمري. وكنقول لك مجد العمري حسبي الله ونعم الوكيل، واللي دايرين بك اللي دايرين بك واللي حيطين بك حسبي الله ونعم الوكيل. المهم كنوجه هاد الرساله، واللي بغى يهزو يحطو لمجد العمري بكل فرح، ما عنديش مشكل انايا. وشكرا لكم. السلام عليكم اخوان الاخوات، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ هانيين متهنيين؟ كي دايره مع الصحيحه؟ كلشي لاباس؟ اموركم مزيان؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. واليوم كما قلت لكم، ذكرت لكم في الفيديو السابق اللي عليه غدا نحط هذا الفيديو ان شاء الله، ولكن كما قلت لكم واحد لافراي خديتها يعني بحال المصلوح، يعني هي مصلوح ولكن ماشي بحال المصلوح اللي خاصك تخليها حتى تسخن وحتى تمونطي باش تصلحي وهادي وهادي. انا شفت لكم واحد الاله سريعه ديال باش تصلحي الحوايج ديالك، واي واحد يقدر يستعملها واي واحد يقدر يسافر يديها معاه، مي ما كتشدش لا بلاص وما كتشدش هذا، يعني تقدر ديرها في صافي، تقدر ديرها في لاماليت، تقدر ديرها في صاك هكا هزات، تقدري بزاف الحاجات، يعني اي واحد يقدر يسافر بها وهذا، وحتى في الدار يعني سريعه ديال المصلوح. وغادي تشوفوا معايا كما ذكرت لكم اني غزاله غزاله، ولكن المصلوح انا عندي المصلوح وعندي كلشي، ولكن هذه من شتها عجبتني عجبتني بزاف، وولادي انا كيديروا بزاف سمعت عليه كيستعملوها بزاف مع المدرسه وهذه، والولد ديالي وهذا كيبغيو هذه من مصدع عني ماما هذه ماما، وانا مرات كنكون انا خدامه يعني ما عنديش الوقت باش غادي نبقى نصلح وهذه وهذه، بركه عير اللي دغى كنصلح لي طرانس لي شيفون بزاف الحوايج، يعني شريت لهم هذه باش غادي تهنيني منهم. واي واحد خرج من المدرسه الصباح ولا شي حاجه ولا الخدمه يعني تقدر يصلح بها، يعني سريعه بزاف بزاف بزاف. وكنتمنى ان شاء الله تكون بان الاعجاب ديالكم، وتقولوا لي الراي ديالكم في هذا المصلح هذا، يعني عاد باش يطلقني الوقت باش نشريها، يعني كنت كنشوفها كنت كنقول دابا نشريها دابا نشريها دابا نشريها، ولكن دابا يعني تحت لي الفرصه ولقيتها لي سولد وخديتها. كما كتشوفوا البنات انا غادي نوقف وغادي نوريكم كيفاش دايره، انتوما هانتوما كيفاش دايره. ها هي هي هذه، انا غنفتحها وغادي نوريكم كيفاش باش تشوفوها، تقوم معايا باش تشوفوا هذا ها هي. المهم باش نوريكم يعني سهله سهله وزوينه زوينه بزاف، حتى البنات والولد ديالي حتى هو قال لي ماما خاصني وحده، يعني حيت ما كنتش الولد معايا. انتم كتشوفوا هانتوما كتشوفوا البنات كيفاش دايره، يعني زوينه البنات هانتوما. عطيني هذاك سميتو، هانتوما البنات شوفوا كطلق هكا عند البريز ديالها، كديري هنايا الماء، كديروا هنايا الماء على حسب، شوفوا كديروا الماء هنايا وابري كديروها تسخن وكتوقفوا يعني سريعه، عاير كدير غير البابو بحال هكا كديريها هكا. مثلا هذه هي القميجه كنديرها في العلاقه ديالها وكدوزيها على القميجه هكا على الكمام على اللور وداكشي، وكتكون القميجه هكا معلقه ولا كتشديها بزاف العلاقه ديالها هكا، وكتصلحي هذا
مثلا هذه القميجه، مثلا هذه القميجه كتهزها بالعلاقه ديالها وكتصلحي. ها نتوما كتشوفوا راه كطلق غير البابور ديالها، ها نتوما شوفوا كطلق غير البابور ديالها، يعني زوينه زوينه بزاف البنات. شنو نقول لكم هذه زوينه وكتحيد حتى البنات. ها نتوما كتشوفوا هذه المشطه ديالها، مثلا كتكون حاجه فيها الزغاب ولا شي حاجه الشعر ولا لا بوسيغ ولا شي حاجه، هذه حتى هي كدير على البوسيغ كديرها نتوما. شفتوا مثلا تكون شي خمله ولا شي حاجه في الحوايج كتقدري تمشطيها هكا، تمشطي هذا وكديري لا بابور هكا. يعني هذا هو الكاس ديالها ديال الماء باش كتعمري هذه البلاصه، باش كتعمري هذه البلاصه وصافي. هذا الشيء اللي كاين البنات. وهذه حتى هي كتحيد هذا الشعر، هذه حتى هي كتركبيها هانتوما شتي كيخرج هكا لابابور من هنايا. وهذه كتحيد كدوزي بحال هكا، هذه الا كانت شي حاجه فيها لا بوسيغ منها كتمشطيها منها كتصلحي. المهم هذه هي لاباراي اللي وريتكم واللي بغيت نوريكم البنات، يعني راها زوينه 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 وسريعه ديال باش تصلحوا داكشي. هادشي اللي كاين البنات، وزعما في الصراحه الله زوينه بزاف بزاف بزاف. المهم البنات كما قلت لكم اي حاجه راني كنشريها راني كنوريها لكم وكنشاركها معكم، كنقول علاش اي حاجه نشاركها مع الخوت ديالي والخواتات ديالي، اي حاجه في داري يا زوينه يا خايبه راني كنشاركها معكم وصافي. هادشي اللي كاين المهم. اما بالنسبه الخريجات او الوصفات او لي بلا داكشي الماكله وهذا، يعني مره كنحط لكم الماكله، مره كنحط لكم وصفات، مره كنحط لكم فلوغات، مره كنحط لكم المهم كل نهار وكيفاش كنجيب لكم الجديد. المهم هادشي اللي كاين البنات، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله، وما يكونش هاد لا فيديو يكون فيه الملل وما يكونش فيه ماشي حاجه اللي ما ترضيش الاخوان والاخوات، يعني وتعطيني راي ديالكم في هاد لاباراي واللي في استطاعتي علاش لا. اما بالنسبه للبنات الثمن ديال هاد لاباراي، الثمن ديال هادي راه 45 اورو، يعني 9000 ريال اي واحد يقدر يشريها علاش لا، 9000 ريال اي واحد يقدر يشريها. نعاود نوريها لكم مره اخرى عاوتاني هانتوما كيفاش كتكون. كما قلت لكم تقدر تحيدها من الكرتون وتهزوها في الصاك عادي، ولا عند الطوموبيل راه كيخليها في الكرطونه ديالو وتكون محتفظه على الغبره وداك الشيء وعلى هذا باش تبقى نقيه وتبقى زوينه. هذا الشيء اللي كاين البنات، انتم كتشوفوا هذا الشيء كتشوفوا البنات. هذه هي لاباراي انتم. المهم خليتكم على خير وبخير وفي احسن احوال ان شاء الله، يا ربي امين. وكنتمنى لكم الخير والتوفيق ان شاء الله، وكنقول الاخوان والاخوات اللي كيكتبوا لي الكومونتير، وكنتمنى وكنقولها مره اخرى ان شاء الله لابار ديال مجد الغماري بلا ما تبقاو، حيت ما كيطلعوش ليا لي زابوني وما كيطلعوش ليا حتى شي حاجه لا اشتراكات لا والو. الله يخليكم، حتى واحد ما يبقى يكتب لي الكومونتير يقول لي انا من ابار ديال مجد العماري. شكرا لكم بزاف، وبلاش هذاك لا كومونتير كنشكركم بزاف بزاف بزاف. سي با لابيل تكتبوا لي هذاك الكومونتير ديال من ابار ديال مجد العماري، يعني انا راه ما طلعني من مجد العماري حتى شي حاجه للي زابوني لا حتى شي حاجه لا اشتراكات لا والو. وكنقول لها شكرا بزاف مجد العماري على داك الكوفو اللي درتي وحرقتي البنات وتعديتي على البنات وتعديتي على كاين البنت اللي مسكينه بعد الزواهق ديالها، كاين اللي بعت السنيسله ديالها ديال بنتها، كاين اللي بعت بزاف الحاجات، كاين اللي بعت التلفازه، كاين اللي بعت الماشين ديال واحد المراه مسكينه تقليد عليا، بعت الماشينه ديال الصابون باش تدخل الكوفي باش القناه ديالها طلع وما طلع حتى شي حاجه، حتى واحد ما استفاد من هاد من هاد من هاد الكوفي ديال مجد العماري. وكنقول لك مجد العماري حسبي الله ونعم الوكيل، واللي دايرين بيك اللي دايرين بيك واللي حيطين بيك حسبي الله ونعم الوكيل. المهم كنوجه هاد الرساله، واللي بغى يهزو يحطو المجد العماري بكل فرح، ما عنديش مشكل انايا، وشكرا لكم.